حيدك على الفكره الفكره ديالك لازم تكون فكره يعني كتبقى فكره عليك راه صعيبه حيدك الفكره ومن تصريت معايا ان شاء الله ماشي غير انت هادشي اللي قلت ديالها كيف راه صافي تسست عرفتي انها ما كتخرج حتى هي ما كتمشي للحب حتى شي حاجه ومشي غير هي كاملين وباينه كاملين انا دابا تنبغي نخدم واحد الله تنقول ما خلياش نعم غير هي شنو خاصها دير دابا خاصها تقرب لخوتها انا كنت كنعاود ديك اليوم ما بقيتش كيما كنت باغا نمشي عند خويا سهرت رجعت عاود ثاني كان خوت تقرب الخوت حيت هذا عدو الله اللي كان عندك والمرض اللي كان عندك يعني غادي ينفرك من العائله وكيما تخليش دابا الافكار تغلب عليك فين اختي الافكار ما تخليش تغلب عليك هذا بجوج سيمانات كنجي عليك علاش يعني كتحصيل ذاتي لا ضروري على المرض بالنسبه للتحيه وبقى لا ما بزاف على اختك هي يوميا ديال يومين ها يومين لا بحال مره 15 يعني داك السحر مثلا عندي داك لا ماشي سحر ما نقولش عندي السحر ميكروبات انت راه كنشرع لبعض الناس الله ما كذب شوف بحال هكا مشبت بواحد الفكره طيب بزاف ولكن الصدق هو الاصل الحمد لله الاعشاب شحال بعتمري 700 درهم الاعشاب هذوك الاعشاب غيصحوا لكم مزيان الحمد لله يا غتاخذوا من غسل ان شاء الله كاينين بعض الناس كاين بعض الناس الله يهديك لا 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 لا, لا, لا عادي كاين بعض الناس ان شاء الله كاين بعض الناس كيتهموني بالنصب من خلال انني كنبيع الناس العيش ما تديش على الناس لا انا شنو خاصني انا شنو الله يجزيك بخير انا شنو دابا من قدام ان شاء الله شنو اللي هادشي باين لي هذاك ان شاء الله غنشوف لي احسن من حدي اخرى انا شنو خاص انا خاص دابا بحال اختي جات عندي تولي لاباس اما الاعشاب اي العسل والاعشاب كيتقاموا بثمن فكاين المجهود ديالي انا اللي كنمشي نتسخر باش نقاد هذه هو ماشي كورو تيقول لك لا راه كيبيع لنا الاعشاب غالي 700 درهم راه تينصب علينا انت ما تديش على الناس كدير واحد الاجر الله سبحانه وتعالى هو اللي يضيف لا فكره لا دابا حنا كنحاربوا الافكار هي ما يمكنلكش مع هذه الفكره ديال الناس كاين بعض الناس عقلهم بلدي ولكن عاوتاني اللي جربوا قال فائده راه ما غاديش يديها عشان يفهم اي كاين انا كاينين الناس اللي خسروا فلوس صحيحه في الاخر ما عطاوها وملي كتعطيه وصفه ب 700 درهم ديال الاعشاب كيجيب الله ان الله كيجيب التيسير اذا دوك الاعشاب راه ماشي كيعالجوك ماشي كيشافيوك انا كحمد نافع انا ماشي كنرقيك انا كندير غير الاسباب اما الشافي شكون هو رب العالمين غير الناس كما قلت الله اللي مخلوق انا وصيك وصي اخت الله يرضي حاولي انك تمشي للدار وتصلي واحد جوج ركعات وطلبي الله سبحانه وتعالى وطلبي الله عز وجل يشافي وطلبي الله يفرحك وحيدي الهاجس ديال عقلك علاش انا ما تزوجش وعلاش انا ما خدمش فكل شيء بامر الله الصحابه والصحابيه ابتلاهم الله سبحانه وتعالى باش يمتحن الصبر ديالك سير عند الميمه ديالك مسيدة رجلة ولا دفعة 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 مسيدة شيء بعلو بدا راه شي داك الشيء بنينا بنينا الله يبارك